بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطماجستي لروا حمد من الخليفة السوفران دي روايوم دي بحرين ريزيدان دي لا 33 سيسيون دي كونسي دي لا ليغ. رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، أصحاب المعالي وأصحاب السمو، أصحاب السعادة، صاحب السعادة الأمين العام للجامعة العربية، السلام عليكم ورحمة الله. إنه يطيب لي أن أتقدم بالشكر لسمو الملك حمد بن خليفة البحرين، وأهنئه على استضافة البحرين لهذه الدورة، وأنا أرجو من الله عز وجل، أدعو الله عز وجل أن تكون هذه الدورة دورة ناجحة بحول الله. وأريد أيضا أن أشيد بالرئاسة التي أخذتها على عاتقها المملكة العربية السعودية، والتي نجحت فيها إلى حد كبير جدا، وأن أشكر كل المجهودات التي قاموا بها، وهذا طبعا تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله. إن المشاركة أو مشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه الدورة جاءت لتأكيد عمق العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. إن عملنا المشترك وعلاقاتنا المتأثرة في التاريخ هو هذا ما يجمعنا وما يجمع بلداننا، وأيضا يجمع نظرتنا المستقبلية، وأيضا نظرتنا إلى الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إن هذا المؤتمر ينعقد أياما معدودة فقط بعد انعقاد المؤتمر العالمي، المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي. هناك آمال كبيرة معلقة من قبل شعوبنا، وخاصة من قبل الشعب، أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون إلى حرب غاشمة، حرب وحشية جاءت على الأخضر وعلى اليابس، والتي حصدت إلى حد الآن عشرات الآلاف من الضحايا، أكثريتهم من النساء والأطفال، ومن دون التكلم عن تقريبا مئات الآلاف إذ لم نقل ملايين من النازحين الذين اضطروا إلى النزوح قسرا. وحرب أتت على المستشفيات وأتت على البنية التحتية والتي ضربت عرض الحائط كل القرارات الدولية والقرارات الأممية. علينا أن نعمل بتضافر الجهود حتى نصل إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين الشقيقة. وعلينا أن نعمل على مستوى وزراء الخارجية حتى نتدارس وحتى نخرج بقرارات قوية لحماية الشعب الفلسطيني من ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وطبعا ينبغي علينا أن نتخذ كل القرارات التي ستمكن الإخوة الفلسطينيين من البقاء على أرضهم، وعلينا أيضا أن نشهد كل المسؤوليات على المستوى العالمي حتى نوقف هذه الحرب الغاشمة، هذه الحرب الدموية. علينا أيضا أن نحرك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي
العالم حتى ندافع، حتى نضمن حماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأيضا لمحاسبة الجنات. نحن نستقبل برحب بصدر رحب كل ما قيل وكل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة، وأيضا طبعا وما قيل أيضا فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم. وطبعا علينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة ولهذا القرار، وعلينا أن ندعمه إلى حد بعيد. أصحاب الجلالة وأصحاب السعادة، فطبعا الحوار يبقى هو السبيل الوحيد من أجل إحلال السلام ومن أجل يعني تحقيق الأهداف المرجوة في على أرض الواقع. فإن منظمة الاتحاد الإسلامي تشجع كل الأطراف على أن تعتمد على الحوار من أجل الوصول إلى السلام ومن أجل الوصول إلى الاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي. وهذا هو السبب الذي عملنا عليه في كثير من المرات مع الصومال، مع السلطات الصومالية، وأكدنا على وحدتها الترابية وعلى استقرارها أيضا، وأيضا لمجابهة الإرهاب والتطرف أيضا، وأيضا عملنا في العديد من المجالات من أجل محاربة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وخاصة الحوادث التي تم خلالها إحراق نسخ من القرآن. ونحن نعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحد من المظاهر، مظاهر خطاب الكراهية وغيره. ونحن نشجع طبعا التحاور بين مختلف الحضارات ومختلف الأديان، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في أعمالنا هذه.